السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالثة الثانوية. عدنا لكم من جديد في حلقة جديدة من حلقات كيمياء جبريوم. هنحل معكم النهاردة امتحانين من امتحانات الايه؟ الكيمياء العضوية في كتاب مندليف. أول سؤال في الاختبار اللي على الهيدروكربونات، بيقول أي مما يلي ها لا يعبر بدقة عن تفاعل الهيدروجين. تفاعل الهيدروجين يا جماعة الخير هو إضافة إيه؟ إضافة هيدروجين. طيب طالما تفاعل إضافة يبقى أنت كده هتزود هيدروجين، مالكش دعوة بالكربون. طيب طالما زودت هيدروجين يبقى الكتلة المولية هيحصل لها إيه؟ هتزيد. طب الهيدروجين ده هيتربط بروابط إيه؟ سيجما، يبقى عدد روابط سيجما هيحصل له إيه؟ هيزيد. فهنا بيقول لي مين اللي مش هيعبر عن تفاعل الهيدروجين؟ أول حاجة عدد الروابط بين الكربون والهيدروجين في المركب العضوي الناتج هيبقى اكبر من المتفاعل. قال له ايوه دي معايا، الكتله الموليه للمركب العضوي الناتج اكبر من المتفاعل طبعا، لان زودت هيدروجين فالكتله الموليه بتاعته بتكون ايه؟ اكبر. عدد ذرات الكربون في المركب العضوي، عدد ذرات الكربون في المركب العضوي الناتج اكبر. انا قلت انا بزود هيدروجين ما بزودش ايه؟ كربون، وبالتالي كتله الكربون هتبقى ثابته، عدد ذرات الكربون في المركب هيبقى ايه؟ ثابت. يبقى الاخيره طبعا عدد ذرات الهيدروجين في المركب العضوي الناتج بيه يكون اكبر. خلي بالك بقى من السؤال الثاني ده، بيقول لي هنا عدد مولات الاكسجين اللازمه للاحتراق التام لواحد مول من نقط يساوي، وعطلنا قانون عدد روابط سيجما في الجزيء المركب على 2 زائد ايه؟ 1. هنا عندي معلومه بتقول ان عدد روابط سيجما في اي مركب مفتوح السلسله هيساوي عدد ذراته ناقص 1. فلو اخدت ابسط الكان اللي هو الميثان اللي هو CH4 فيه كام رابطه سيجما؟ 4 روابط سيجما، خلاص كده؟ طيب لو انا قسمت 4 على 2 زائد 1 ب3، هل انا لما اجي احرق الميثان هيطلع لنا CO2H2O؟ هبقى محتاج، انا قلت دول هيبقى 4 على 2 زائد 2 زائد 1 هيبقى كده بكام؟ ب3. هل هبقى محتاج 3 اوتو؟ هبقى محتاج 3 اوتو لان هو بيقول لي عدد مولات الاكسجين. لا مش محتاج 3 اوتو، لان لو وزنت هيبقى ده 1 كربون 1 كربون، الهيدروجين هنا 4 نحط كده كام؟ 2، هيبقى 2 اكسجين و2 يبقى كده 4، يبقى انا محتاج كام؟ 2 بس. يبقى الالكان مش نافع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعال نشوف الكين، ابسط الكين عندنا مين؟ الايسين اللي هو سي 2 اتش كام؟ 4. خلاص كده؟ عدد ذراته 6، عدد روابط سيجما 5، عدد روابط 5 سيجما. انا قلت يا جماعه الخير ها اي مركب مفتوح السلسله عدد روابط سيجما فيه بتساوي عدد ذراته ناقص 1. طيب هقول 5 على 2 2 ونص زائد 1 3 ونص، احرق كده المركب ده وشوف هيبقى عندك 3 ونص ولا لا؟ CO2H2O. عندي هنا يا جماعه الخير لما كنا بنوزن كنا بنحط 2 هنا و2 هنا، 2 في 2 و2 6، يبقى هنا كده كام؟ 3. احنا قايلين عاوزينها كام؟ 3 ونص، يبقى دي مش نافع. هنختار له الالقايل الايثاين. الايثاين يا جماعه الخير هيبقى مين؟ C2H2 زائد O2 هيعطي CO2 زائد H2O. ها عندي هنا كده كام؟ وده هي هتبقى زي ما هي 1. عد اكسجينك كده 4 1 5، يبقى نحط هنا كده 5 على. طيب تعالى بقى شوف لي المركب ده، المركب ده فيه كام ذره؟ 4. فيه كام رابطه سيجما؟ 3. هيبقى عندي هنا كده 3 على 2 1 ونص زائد 1 2 ونص ليه كام؟ 5 على 2، يبقى هنختار له مين؟ الالقاء. خلاص يا جماعه كده؟ السؤال ده سؤال حلو. السؤال اللي تحته سؤال اجمل. بيقول لي ما الصيغه الجزيئيه لمركب فينايل سايكلوهكسان؟ الفينايل يا جماعه الخير بيبقى حلقه بنزين طالع منها ربط، مش ربطه بنزين طالع منها حلق. يبقى اسمها ايه؟ حلقه بنزين يا حاج يوسف الشناوي، ها؟ طالع منها ربط، مش رابطة بنزين طالع منها ايه؟ حلق. انت قلت رابطة بنزين طالع منها حلق. بسم الله ما شاء الله، يبقى حلقة بنزين طالع منها رابط. اللي هي بتبقى ايه يا حاج رضا ابو زهرة؟ ها؟ سي 6
اتش كام؟ 5. طيب سايكل هوكسين، المفروض سايكل هوكسين بيبقى ايه يا جماعه؟ سي 6 اتش 12 اللي هو الهكسان الحلقي، سي 6 اتش كام؟ بس هيطلع منه ربطه، فهنشيل ذره هيدروجين اهو. شاطر يا كريم. هيبقى ايه؟ سي 6 اتش كام؟ 11. يلا يا كبير اجمع 6 و6 يبقى شيل ديت. خلاص؟ طيب 11 و5 16 ها نشيل مين؟ عندنا جيم. طيب هو بقى بيقول لي ايه؟ وعدد مولات الهيدروجين اللازم للتشبع بيساوي عدد روابط ايه؟ باي. حلقة أو الدايرة اللي جوه حلقة بنزين ديت بيبقى فيها كام؟ 3 روابط باي، يبقى محتاج كام مول؟ 3. ماشي يا جماعة كده؟ طيب. نعم. لا سيلته حلوة. ها؟ شوف اللي بعده. هيدروكربون صيغته سي 6 اتش 6. أول ما يجي في بالك هيجي مين ده؟ أقسم بالله ما هو بنزين. ليه بقى؟ لأنه بيقول لك يلزم لتشبع ها؟ 7.8 جرام منه، هات لي عدد مولاته كده يلا. عدد المولات بيساوي كتلة مادة على كتلة مول. مين شاطر يقول لي؟ الـ 6 في 12 زائد 6 ها؟ اللي هو الكتلة المولية هتبقى بكام؟ يلا يا جماعة الخير الآلة الحاسبة بتاعتي. 7.8 على 78 هتساوي كام؟ 1.1 ايه؟ مول. خلاص؟ الواحد مول من البنزين، الواحد مول من البنزين اللي هو كان سي 6 اتش 6 اللي انت شاكك فيه ده، كان بيبقى محتاج كام مول من جزيئات الهيدروجين؟ الواحد مول من البنزين كان بيبقى محتاج 3 اتش 2. خلاص؟ يبقى الواحد مول من البنزين كان بيبقى محتاج 6 جرام من الهيدروجين. يبقى الواحد من 10 مول هيبقى محتاج كام؟ 6 من 10 مول. هو قال لي بقى محتاج كام؟ 8 من 10. يبقى مش بنزين. خلاص كده؟ امال ده هيبقى مين؟ هيبقى متشكل البنزين. طيب متشكل البنزين ده يا جماعه الخير هو قال لي كام ذره كربون؟ 6. وعنده كام ذره هيدروجين؟ 6. تعالى بقى كده، احنا قلنا اروماتا ديت، طب انا استبعدت اروماتا ليه؟ بص كده، عشان هو مش بنزين فوق من طبقا للحسابات. وفي حاجه كمان تخلي بالك منها، ها بيقول لي تتساوى في جميع ايه؟ الرواب. تتساوى في جميع الايه؟ الرواب. انت عندك البنزين بيبقى فيه الروابط بتاعته، ها بيبقى فيه روابط سيجما وفي روابط، في روابط احاديه وروابط ايه؟ مزدوجه. في روابط احاديه وفي روابط مزدوجه، احاديه مزدوجه احاديه مزدوجه احاديه ايه؟ مزدوجه. مش هيبقوا متساويين في الطول ولا في القوه. طيب تعالى بقى هنا كده، هيدروكربون الفات حلقي، الفات ايه؟ حلقي، يشتمل جزيئه على اربع روابط باي. احنا ما خدناش الحلق اللي فيه اربع روابط باي ده، فسيبه دلوقتي ونبقى نرجع له ثاني لو احتاجناه. طيب هيدروكربون الفات مفتوح السلسله يشتمل على اثنين رابطه ايه؟ ثلاثيه. خلي بالك بقى، انا قلت المركب بتاعي البنزين ها كان سي 6 اتش 6 كان محتاج كام جزيء من ده؟ 3، عشان هيبقى عنده كام رابطه باي؟ طيب هنا لما يقول انا عندي رابطتين ثلاثيتين، ادي الرابطه الثلاثيه الاولى اهي، وادي الرابطه الثلاثيه الثانيه اهي، هيبقى عندي كام رابطه باي؟ 4. ال 4 باي هيبقى محتاج كام؟ 4 مول، اللي هو 4 ايه؟ اتش 2. خلاص؟ اللي هم هيبقوا كام جرام؟ 8 جرام. 8 جرام للمول، يبقى الواحد من 10 8 من 10، يبقى هي ديت تمشي. طب تعالى كده حضرتك نكتب الصيغه بتاع المركب ده، هو قال لي كام ذره كربون؟ 6. ماشي يا حاج؟ طيب هعمل رابطه ثلاثيه هنا، فوت ديت واعمل رابطه ثلاثيه هنا، انت حر بقى اعمل ايزومرات ولا اي حاجه. طيب واحط بقى هيدروجين، ده اخدت هيدروجين، دي مش عاوزه، دي مش عاوزه، دي مش عاوزه، ها دي محتاجه كام هيدروجينه؟ 2. ودي محتاجه كام؟ 3. وصلنا كده للجزيء بتاعنا ولا لسه؟ سؤال حلو. ماشي يا جماعه؟ في الاول خالص انت بتنفي ان هو مين؟ بنزين، عشان تستبعد كلمه ايه؟ ارومات. بستبعدها عشان انا كلمه جميع الروابط دي متساويه، لا هي مش متساويه. ماشي؟ تاني حاجه من خلال الحسابات. طيب تعالى يا بطل كده نشوف دي. يستخدم ايه كصبغه في الحبر الاسود؟
والبهي، ويمكن الحصول عليه. طبعا انا بتكلم على الكربون المهذب اللي هو سي، اسمه اسود الكربون او الكربون المجزأ، ماشي كده؟ طيب بنحصل عليه من مين؟ اسيتات الصوديوم اللامائي. بنعمل لها تقطير جاف، نعمل لها تقطير ايه؟ هنحصل على مين؟ على الميثان. اروح مسخن الميثان عند درجه 1000، فهنا بيقول لي اسيتات صوديوم ما استبعد، هي لا ايه؟ يا دي استبعد المثال. هنبدا من اللامائي. طيب بعد ما تعمل اسيتات صوديوم لامائي هتعمل لها تقطير ايه؟ ثم تسخين عند 725. لا، 725 في وجود عامل حساس بيعطي الغاز الايه؟ الماء. انا عاوز كربون مجزأ، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين؟ ده. ماشي يا شباب كده؟ يلا يا كبير. الله الله الله. بقول لك عند اضافه 1 مول من غاز الكلور، عند اضافه مول من غاز الايه؟ الكلور، مول من الكلور اللي هو سي ال 2 اهو، سي ال 2 لمركب مين يا كبير؟ بص يا باشا، 1 برومو، 5 كلور، 4 نسيل، 2 بنتي، بتجيب المركب منين؟ من الاخر. ده 1 2 3 4 5، رابطة باي بين 2 و3 اهو. عند الذرة رقم 4 بحط ميثايل سي اتش 3، وعند الذرة رقم 5 هحط كلور، وعند الذرة رقم 1 هحط ايه؟ بروم. ماشي يا جماعة كده؟ كمل الهيدروجين يلا يا باشا. ده هتبقى ايه؟ اتش 2. ماشي كده؟ ها؟ وهنا كده هتبقى ايه؟ اتش، ودي هتبقى ايه؟ اتش، ودي هتبقى ايه؟ اتش 4، ودي هتبقى ايه؟ اتش، عشان في كلور. خلاص يا حاج كده؟ طيب يلا يا باشا كده. هنعمل ايه بقى؟ نكسر الرابطه ونضيف كلور هنا وكلور هنا. بص بقى يا حاج، انت كده كتبت الشكل بتاعك اهو. المفروض ان ذره الكربون الاوليه هيبقى عليها اتشين وبي ار. اهي ذره الكربون الاولانيه هيبقى عليها ايه؟ اتشين وبي ار. ذره الكربون اللي بعدها هيبقى ايه؟ اتش وكلور، ماشي؟ اللي بعدها هيبقى ايه؟ اتش وكلور، حلو. اللي بعدها تبقى ايه؟ اتش و سي اتش 3. اللي بعدها تبقى ايه؟ اتش و سي ال ايه؟ اتشين و سي ال اهم، اتشين هما و سي ال. يبقى اهي، يبقى الاختيار نوع حاجة قلت. ماشي؟ ممكن بقى يحولك في الامتحان، لا يقوم حاطط لك المركب ده قدام مراية، فتبقى ايه؟ السي واتشين والبي ار تبقى بادئه من الناحيه الثانيه، فانت ما لقيتهاش جايه من الناحيه دي، تروح تدور على الناحيه. خلاص يا جماعه؟ اللي بعده. اي العبارات التاليه تنطبق على مركب 2 بيو؟ طيب بيوتين اللي هو يا جماعه الخير؟ القاين. خلي بالك بقى، انت مش هتختار من فوق، ده انت هتختار منين؟ ها، تختار من دول. ماشي، جايب لي 5 جمل، تشوف مين فيهم صح. بيقول لي اول حاجه يلزم الاحتراق مول واحد منه احتراقا تاما، 5.5 مول من غاز الاكسجين. فهتقوم تعمل ايه حضرتك؟ هتكتب المركب بيوتين يعني كام؟ 4. 2 بيوتين، يبقى الرابطه بين كام وكام؟ اهو يا باشا، ما تزعقش كده. لا هكمل هيدروجين، يبقى ايه؟ سي اتش 3، وديت مش محتاجه، ودي سي اتش ايه؟ 3. انت هتعمل ايه بقى يا حاج؟ هتفعله مع اكسجين، ادي او 2 هيعطي سي او 2 زائد اتش 2 او. العيال اللي حافظه المعادله العامه لاحتراق الالقين، المعادله العامه لاحتراق الالقين بتقول لي ايه؟ ها؟ سي ان اتش 2 ان ناقص 2 زائد 3N ناقص 1 على 2 O2 هيعطي N CO2 N ناقص 1 CO2 H2O. يلا يا كبير كده، طبق كده على اللي فوق.
انت عندك هنا كام كربونه؟ واحد اتنين تلاته اربعه، اربعه كربون صح؟ يبقى هنا كده هتقول لي تلاته في اربعه بكام؟ ب 12 ناقص واحد 11. 11 11 على كام؟ على الاثنين اهي. 11 على الاثنين تبقى كام؟ 5.5. كمل وزن بقى ماشي. اللي بعده بقى، هيزيل لون البروم المذاب في الرابع كلوريد الكربون. نعم، لانه غير ايه؟ مشبع. اذا واحد واثنين معايا، هتلاقي كله واحد واثنين. خلاص ماشي. يعتبر ايزومر لميثايل سايكلوبروبان. يعتبر ايه؟ ايزومر لميثايل سايكلوبروبان. طب تعالى نرس كده نشوف الميثايل سايكلوبروبان ده شكله حلقه ايه؟ ها يبقى ده بروبان طالع منه ايه؟ ميثايل. طب سؤال يا حبايب، ده هيبقى ايه؟ سي 3 ها؟ اتش كام؟ اتش 5 ها؟ سي اتش كام؟ 3. جمعهم كده هيبقوا كام؟ سي 4 ها؟ اتش 8. طب ما انا ممكن اجيبها من الصيغه العامه وخلاص، سي ان اتش 2 ان. طيب انا كان عندي هنا كده كام كربون يا حاج؟ أربعة. ها بنقول له بقى سي ان اتش 2 ان ناقص 2، يعني المفروض ده هتبقى فيها كام؟ 6، اللي هم الثلاثة والثلاثة، يبقى مش متشكل، يبقى أي حاجة فيها ثلاثة استبعد. خلاص كده؟ مش هنشوف أربعة لأن كده كده أربعة معانا، هنشوف خمسة معانا ولا مش معاهم؟ ها بتطبق قاعدة ماركونوكوف في إحدى الخطوات، أي نعم. في الخطوة رقم كام؟ 2. عند إضافة حليب هيدروجين إلى القين. خلاص كده؟ بتطبق في الخطوة الإيه؟ التانية. يبقى هنا كده هيكون إيه؟ الاختيار باء. السؤال رقم 8 يا أولاد، سؤال حلو وفكرته كويسة. خلي بالكوا كده. بيقول لي هنا إيه؟ البوليمر الناتج من بلمرة 2 برومو بروبين. أدي بروم، ده بروبين أهو، هيبقى فيه رابطة ثنائي، وعلى الذره رقم 2 موجود ايه؟ بروم. يبقى نحط هنا كده بروم. كمل هيدروجين، هيبقى هنا كده اتشين. استنى بس يا حاج، وهنكمل هيدروجين يبقى هنا كده كام؟ 3. خلاص مش هنشيل حاجه بقى، هنعدل الشكل بتاعنا زي ما احنا متعودين. هيبقى سي عليها 2 اتش ورابطه ايه؟ ثنائيه، والسي التانية متصلة ببروم تحت وسي اتش 3 فوق أو العكس. هتكسر حضرتك مين؟ الرابط. طلع رابطتين هنا وتعمل أقواس وإيه؟ وإن. طبعا حضرتك عاوز سي متصلة بسي اتش 3 فوق وبي آر أو العكس، هتبقى مين؟ باء على خيرة الله أهي. تعالى بقى حضرتك نرجع البوليمر ده للمونيمر بتاعه ونسميه. هتعمل إيه؟ شيل الإن، شيل الاقواس، حط رابطه ايه؟ ثنائي. طيب لو انا جيت اسمي ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه واحد برومو ايثين او برومو ايثين، هيبقى برومو ايه؟ ايثين. طيب تعالى نشوف ده، ها هنشيل ديت خالص كده ونحط رابطه ايه؟ ثنائي. طيب هتبدا من عند المثال ولا البروم؟ برومو كلورو ايثايل، يبقى البروم الاول، يبقى واحد برومو ها برو بين، واحد برومو ايه؟ برو بين، لان انا هبدا واحد ها اتنين كام؟ تلاته، اطول سلسله اهي، يعني المثال ما كانش فرع ولا حاجه. خلاص يبقى ده واحد برومو برو بين. طيب تعالى هنا، طبعا ده ما ينفعش يا جماعه الخير عشان في رابطه ايه؟ ثنائي. اللي بعده، كل مما ياتي يعتبر ايزومر للمركب سي 3 اتش 2 بي ار سي ال. نرسم حضرتك أداة كام كربونة؟ ثلاثة. تعالى بقى هنا كده، هو إيه اللي يا جماعة الخير؟ واحد برو باين، يبقى هنا في رابطة ثلاثية ماشي، وقايل ثلاثة إيه؟ كلور، يبقى على الذرة الأخيرة في كلور وكمان عليها إيه؟ بروم. كمل هيدروجين كده، دي محتاجة اتش وده محتاجة إيه؟ اتش. يبقى دي صح. انت عندك 3 سي واثنين هيدروجين واحده سي ال وواحده بي ار، ده متشكل. هو بقى بيقول لك كلهم ما عدا
طيب بقول لك 1 برومو 3 كلورو 1 بروبايل، يعني عامل ايه؟ ادي واحد اهو اهو، عامل ايه بقى؟ جه على الذره رقم 1 وحط بروم، ادي الذره رقم 1 عشان عندها رابطه ثلاثيه، وعلى الذره رقم 3 وحط كلور اهو، كمل هيدروجين، هنحط هنا كده ايه؟ اتش بس تنف، خلاص كده؟ تعال نشوف جه 3 بروم و1 كلور و1 بروباي. بص يا حاج، ده 1 2 3، ادي الرابطه الثلاثيه، قال ايه بقى؟ 1 كلورو، ادي كلورو، 3 برومو، ادي البرومو اهو، وهنا كده هنحط الاتشات، هنحط هنا كده اتشين. طبعا احنا بنبدا من عند الرابطه الثلاثيه، يبقى 1 2 كام؟ 3، يبقى 3 برومو 1 كلورو 1 بروباين، صح؟ ها هنا يا جماعه الخير ديت هي اللي غلط. ليه؟ لان الذره رقم 2 مش هتشيل حاجه، الذره رقم 2 عندها رابطه ثلاثيه من ناحيه والرابطه الوحديه من الناحيه الثانيه، عامله الاربع روابط. الله، السؤال رقم 10، اي من التفاعلات الاتيه سوف ينتج عنه 2 2، 2 و2 ثنائي برومو وبروباين؟ هو تعالى مع حضرتك نشوف بس كده، احنا مش هنرسم، هو مرسوم قدامنا، فنوفر وقت. ها ده اضافه هتكسر الربط، ماشي؟ طبقا لقاعده ماركونوكوف نضيف الاتش فين والبروم فين؟ الاتش على الاتش الكتير، يعني تبقى هنا كده ايه؟ 3، وهنا كده يبقى ايه؟ بي ار. خلاص كده؟ شوف بقى اسم المركب كده، مفيش بروبان يا استاذ، هو دول ذرتين كربو، خلاص استبعد. دول كام ذرة؟ 3، ما تستبعدش بقى. تعالى حضرتك كده اكسر ربط، ادي سي واحدة وهنا سي وعليها اتش، تقوم الاتش تدخل هنا فتبقى اتش ايه؟ 2، وبي ار اهي. ده المول نو يا جماعة الأولاني. المول التاني هنكسر الربط ونحط بي ار هنا، وتبقى هنا 3، يبقى اسمه ايه؟ 2 و2 ثنائي برومو ايه؟ على خير الله. خلاص؟ كمل بقى وشوف. نعم؟ تمام، جيم 4 ذرات كربون يبقى بيوتان، وديت التلاتة بس هنضيف هنضيف هنا اتش و اتش، هنا اتش هيبقى 1 و1 1 و2، هيبقى 1 وكام؟ 1 و2، او هيبقى 2، يبقى 1 و1، هنضيف الاتش هنا مثلا، هنضيف الاتش هنا فتبقى اتش 2، ونضيف البي ار بره فهيبقى فيها احتمالات، ماشي؟ يبقى دي مش نافع. شوف اللي بعدها بقى كبير، سؤال حلو اهو، سؤال سهل عشان الناس اللي بتقول لك مندليف اسئله صح. سؤال جميل، جميع التصنيفات التاليه صحيحه عن المركبات الايه؟ الحلقيه التاليه ما عدا، ده حلقي غير مشابه. ايوه، حلقي وفي روابط باء واكثر من 6 ذرات كربون، خلاص؟ طيب حلقي مشابه، حلقي غير متجانس، عشان ده حلقي متجانس والاو ديت اهو. سؤال سهل يا محمود يا راجل، وده احب ده كمان. ها ادرس المخطط التالي جيدا، ها ثم اجب. جايب لك هنا شروط الهيدره الحفزيه، كان عندي معلومه بتقول الهيدره الحفزيه لجميع الالقينات ينتج عنها كيتونات. الهيدره الحفزيه لجميع مين؟ الالقينات ينتج عنها كيتونات ما عدا الايصين، ينتج عنه الدهيد. خلاص كده؟ طيب هنا يا جماعه الخير جاب لي مركب، هنا حضرتك الاتش 2 او ديت بتتكتب اتش او اتش. طيب تعالى ها هيبقى سي اتش 3، وطبعا هنا سي بينها رابطه ايه؟ ثلاثيه، هنكسر منهم واحده اهو، ويبقى هنا كده 2. حضرتك هتضيف الاتش فين والاو اتش فين؟ الاتش تروح لاختها والاو اتش تروح للي جنبها. الاتش تروح لاختها والاو اتش تروح فين؟ للي جنبها. يبقى الاو اتش هنا اهو، وهنا كده هيبقى اتش ايه؟ 2. بتعمل انت بعد كده ري ارينجمنت،
المركب ايه يا جماعه الخير؟ ها مركب ايه؟ هيبقى مين يا بيه؟ ها CH3COHCH2، يعني ممكن ينفع ده؟ بس لما يحصل له اعاده ترتيب هيصبح هكذا؟ لا والله. طب ينفع المركب ايه ده؟ لا ده النهائي ده بي. ينفع ده؟ ايوه 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 هو ده. ها ما هو يا جماعه CH2 اهو. نعمل له اعاده ترتيب ازاي بقى يا جماعه؟ لا يا حاج، انت حضرتك هتعمل اعاده ترتيب، هتطلع بمين؟ هتاخد الاتش تحطها مع اخواتها وتطلع بالرابطه الايه؟ الثنائيه هنا. فيبقى الشكل بتاعك ايه؟ اسيتون كيتون CH3CO ها؟ CH3. سؤال حلو يا محمود. السؤال اللي بعده بقى، سؤال جميل. هنا خلي بالك في سهمين طالعين من المركب ده يا جماعه الخير، مركب طالع كده ومركب طالع كده. مين شاطر يقول لي اسم المركب اللي هو C2H2 ده؟ إيثاين. ليه اسم تاني؟ استيلين. لما نعمله بلمره، طبعا البلمره بتاعته بلمره ثلاثيه حلقيه، يعطي بنزين. البنزين اعمل له الكلى يعطي طولوين. الطولوين اعمل له نيتره ثلاثيه يعطي لنا ثلاثي نيترو طولوين، ماده متفجره تي ان تي. خلاص؟ طب انا وعملت هيدره حفزيه للايثاين بيعطي ايه؟ لسه قايلها الدهايد. لايثانال اسيتال دهايد. طبعا هنا الراجل بيقول لك المركب شديد الانفجار سي. السؤال اللي بعده بقى يا جماعه، شكل البيان الذي يعبر عن العلاقه بين قيم الزوايا بين روابط واستقرار المركب الحلقي. ها ليه يا حاج؟ يابا كنا بنقول، اسمع كده وركز معايا، لا حول ولا قوه الا بالله. كنا بنقول يا جماعة الخير البروبان الحلقي زاويته كام؟ 60. والبيوتان الحلقي زاويته كام؟ 90. والهكسان والبنتان زواياهم بتقترب من 109.5، تقترب من 109.5. كل ما زادت قيمة الزاوية كل ما زاد الاستقرار. يبقى العلاقة هنا علاقة ايه؟ طردية. فين العلاقة الطردية؟ اهو السؤال بقى الخامس عشر، بقول لك قيمة الزاوية بين الروابط سي وسي في الألكان الحلقي المتفرع، ألكان حلقي متفرع، والذي يحتوي جزيئه على أربع ذرات كربون. هنا خلي بالك يا حاج، أهو 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 سي اتش 3. ها هو في كام ذرة كربون؟ أربعة، يبقى ثلاثة في الحلقة وواحدة فرع. ماشي كده؟ لأن هو بيقول لك ألكان حلقي ومتفرع. قيم الزوايا هنا في الالكان ده هتبقى كام؟ 60. لسه قايلينها دلوقتي. ماشي؟ يوضح الجدول التالي اطوال الرابطه النموذجيه لروابط الكربون سي سي. طبعا سي رابطه واحده يا سي، ده هيبقى ايه؟ الكان، ده الكين، ده الكاين. طبعا يا جماعه اي القيم تبدو اكثر ملائمه لطول الروابط بين ذرات الكربون في البنزين العطر، كان عندي معلومه بقول ان هو طول الروابط بيكون ما بين الاحادي والايه؟ والثنائي. وسط ما بين الثنائي والاحادي. يعني هتبقى ما بين الاثنين دول. يعني اكبر من 134 واصغر من 154 تبقى كام؟ 140. اي الاختيارات التاليه تعبر عن كالورد كلورو بنزين في وجود الافي؟ كالورد في وجود عامل حفاز يعني. طيب هو الكلور ايه؟ القيل. ماشي؟ والالقيل بيوجه ليه؟ اورثو وبار. القيل ايه؟ واخرب بيتكم. هالوجين يا ولاد. هاليد انتوا نايمين؟ هلا. لسه صاحي من النوم، انتوا صاحيين من النوم زيي، المفروض انتوا كنتوا بتذاكروا. ها هالوجين هاليد بيوجه لمين يا جماعه؟ ارسو بقى. ادي حلقه بنزين اهو وعليها ايه يا شباب؟ كلور اهو. ادي الموضع ايه؟ ارسو. وادي الموضع ايه؟ بار. هتدخل كلوره هنا وتطلع اتش، وتدخل كلوره هنا وتطلع اتش. طبعا هو جايب لي بقى ايه؟ مركبين.
طيب المركب ده يبقى اسمه يا جماعة طبعا الأولى دي هتستبعدها والتانية دي هتستبعد خلاص. تعال بقى هنا الاثنين دول بالنسبة لبعض ايه؟ بارة. والاثنين دول بالنسبة لبعض ايه؟ قرص. هيطلع اتنين ايه؟ HCl. خلاص؟ يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين؟ جي. دي مش نافعة. ليه؟ لان انا بضيف له اتنين Cl2 فبيطلع اتشين مع Cl. فهنا طبعا دي غلط. اللي بعده شوية. المخطط التالي يعبر عن عمليتي هلجنة الطولوين. هلجنة مين؟ الطولوين. هو دي بقى الالقايل. الالقايل بيوجه لمين يا جماعة الخير؟ أورثو وبارث. طيب هنا في وجود عامل ايه؟ حفاز. انت هتهلجن في وجود عامل حفاز. لما تهلجن في وجود عامل حفاز ايه اللي هيحصل؟ هيوجه لأورثو ومين؟ وبار. طبعا هو هنا جايب ايه؟ بارة بس. هنا جايب أورثو وجايب بار. ماشي؟ ها؟ هنا ديت لا. هنا جايب ايه؟ أورثو وبار. نعم. احنا لسه بنشوف دي، احنا بنستبعد. استبعدنا كده ألف واستبعدنا مين؟ جي. خلاص؟ أنا عندي أورثو وبارة كده تمام. طيب هنا قال لك إيه بقى؟ ها؟ في وجود مين؟ اليوفي. اليوفي ده كان بيدخل على مين؟ على الميثايل. اللي هو بتاع مين؟ الميثان أصلا. فيروح مهلجينه كمان. فيبقى عندي خلاص كده؟ يبقى الاختيار بتاعنا هيكون مين؟ ده. ماشي يا جماعة كده؟ وصلت؟ سؤالي ضع تسمية على حسب أطول سلسلة فين يا غالي؟ أيوة المستمرة كده أهو. صح، برافو عليك يا مر. ما هي ده مستمر؟ ماشي، هي تقصد دي. أنا عارف هي تقصد دي. أيوة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. ده ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ اوكتان الكان. هل الترقيم اللي انا عملته صح ولا ابدا من الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه. ليه يا حبيبي؟ يبقى واحد اثنين ثلاثه اربعه، يبقى الفروع كده جايه الذره رقم كام؟ اربعه. يبقى انت هتلغي الاحمر ده، خليك على اللازق. يبقى اربعه. ها؟ اربعه ايصايل. ايصايل بيجي الاول، بعد كده أربعة إيه؟ ميثايل أوكتين. ما عدد الأيزومرات مفتوحة السلسلة؟ لألكين. خلي بالك كده، يبقى هو مش عايزك تروح ناحية مين؟ الألكين الحار. طيب كتلة المولية كام؟ 56. بص يا كبير، إن ذرات كربون ألكين بتساوي كتلة مولية على الـ 14. حد بيسال ال 14 جت منين؟ بص يا باشا، بص يا باشا كده، ها هو سي ان اتش 2 ان. خلاص؟ يبقى انت هتشتغل على مجموعه الميثيلين، اللي هو الكتله بتاعت مجموعه الايه؟ الميثيلين، اللي هي سي اتش 2 كربونه ب 12 والاتشين بكام؟ ب 2. ده ايوه حلو حلو. القانون ده للالكين بس. هجيب لك انا الثلاث قوانين بتوع الالكان والالكين والالكين دول. لا حول ولا قوه. ها كتله مولية كام؟ 56 على كام؟ على 14. 56 على 14 بتساوي كام؟ 4. يبقى انت عندك المركب بتاعك هيبقى صيغته كام يا شباب؟ ها سي 4 اتش كام؟ اتش كام؟ 8. هو عاوز ايه بقى؟ ايزومرات مفتوحه الايه؟ السلسله. طبعا ده هيبقى ايه يا جماعه الخير؟ بيوتين. ماشي، عندك واحد بيوتين واثنين بيوتين ميثايل بروبين. هنقول تاني، واحد بيوتين. نعم. طب ما هو ميثايل بروبين ده مفتوح اهو. واحد اتنين تلاتة. هو قال متفرع ولا غير متفرع؟ ها ضربت اهو يا باشا. ماشي، يبقى انت عندك كام متشكل؟ اللي هم مين قلنا؟ ها
واحد بيوتين واتنين بيوتين واتنين ميثايل بروبين. خلاص يا جماعة كده.